بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والساده الكرام يسعدني ان اكون معكم في هذا الوقت لنقدم حلقه جديده من حلقات حديث الادب كنا الدكتور محمد الرميحي والدكتور محمود علي مكي وهو مؤرخ كبير للاندلس وحصل على حوالي خمس اوسمة من جلالة الملك خوان كارلوس في اسبانيا لأنه عالم كبير في تاريخ الأندلس وكان أيضا السفير الكويتي سهيل شحيبر وأنا كنا أربعة عندما قابلنا جلالة الملك خوان كارلوس نطلب منه رعاية حفلنا الذي سنقيمه في جامعة قرطبة مع جامعة قرطبة طلبنا منه أن يكون تحت رعايته الكريمة فوافق ممتنا ومسرورا وقال كلمة أثجت صدورنا قال أشكركم الشكر الكبير لأنكم تحتفون بشاعر إسبانيا الكبير ابن زيدون معنى هذا أنه رسميا اعتبر تاريخ الأندلس جزء لا يتجزأ من تاريخ إسبانيا ثم قال لنا منذ عشرين يوم غيرت تسمية إحدى حدائق مدريد الكبرى إلى تسمية أخرى كانت تسمى حديقة مدريد أصدرت أمرا بأن تسمى من الآن يعني منذ عشرين يوم من ذلك الوقت سميتها حديقة عبد الرحمن الداخل الخليفة الأندلسي الذي جاء من الشام ليسترجع حكم أجد... آباء وأجداده الأمويين في الأندلس طبعا كلنا نعرف أنه مدريد بناها الخليفة الوليد بن عبد الرحمن آه يعني بنيت بأيدي عربية وبفكر عربي رحب ترحيبا كبيرا بأن تكون يكون حفل يكون حفلنا تحت رعايته وفعلا كان تحت رعايته وحضور ابنته في ذلك الوقت حضرت نيابة عن والدها وكنا تحت رعايتها الكريمة واستمرت الحفلات لمدة ثلاثة أيام كانت رائعة جدا وبحضور أكثر من ألف مثقف عربي وأسباني وعالمي وكان لها وقع جيد في نفوس الناس وكان الموضوع الرئيسي هو السلام العادل. نحن ندعو للسلام العادل العادل اكرر كلمه العادل. وكان لها صدى في الصحافه الاسبانيه والاوروبيه ايضا حتى في امريكا. اذكر كتب واحد من الصحفيين الامريكان قال شاهدت شاهدني شاهدت عبد العزيز كان يريد أن يصلي في مسجد قرطبة فمنعه المرشدون فاضطر إلى الصلاة وهو واقف وإيمات من رأسه إيماءات من رأسه وطفرت الدموع من عينيه لن تذكر من بنوا هذا المسجد ومن صلوا فيه كتب في نيوزويك بعد ذلك دعانا سمو الشيخ محمد بن راشد الى اقامه حفل في دبي وكان يعني حفلنا في دبي من اروع الـ يعني الحفلات اللي صارت دوره رائعه جدا حضرها اكثر من 400 اديب وشاعر وكانت تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد وحضوره أيضا عندما انتهت مراسيم الافتتاح أراد أن يودعنا سمو محمد بن راشد قمت معه ليودعه أوصله إلى الباب الخارجي للصالة فيوم أفضنا على من الباب الخارجي وإذا بامرأة تدعي انها شاعرة أشارت علينا بيدها هكذا وقفنا وقف الشيخ محمد وانا وقفت وياه طلعت ورقة وأخذت تقرأ قصيدة تمتدح سمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن راشد بلا شك يعني مدحه اكبر من هذه القصيده قرأت عشره ابيات مديح للشيخ محمد بن راشد تطلب منه مساعده انا احرجت بشكل كبير هذه الشاعره او تل ما او هكذا تدعي جاءتني في المكتب قبيل سفرنا الى دبي وقالت لا أرجو أن تدعوني معكم. قلت لها وأنا صادق. كانت الطيارة استأجرناها تحمل 150 راكب. طبعا 150 اللي هم من بلاد الشام جونا الكويت ومن العراق أيضا جونا الكويت وكويتين وسعوديين جونا من الكويت وطلعنا فيها ال 150. هذه غير ضيوفنا من مناطق أخرى من مصر ومن السودان ومن الدول المغاربية قالت أنا جاي على حسابي بس بضيافتكم قلت لها أهلا وسهلا هذه أنا كنت أوجس منها خيفة بصراحة أنا تضعنا في مواقف محرجة وهذا أحد المواقف المحرجة اللي أوقعتنا فيه فطلعت قصيدة وقرأت قرأتها كما قلت لكم حرجا كبيرا ومجاملة من سمو الشيخ محمد بن راشد مد يده ليأخذ القصيدة منها عطت القصيدة واتجه إلى السيارة أنا معه ودعت عند سيارة عن تقف عن موقعنا مع الامرأة هذه حوالي أربعة أو خمسة متر فيمشى بسيارته التفت وإذا المرأة اختفت حاولت أن أتبعها فشلت بعد بعدما انتهى حفل الافتتاح كان أخوي عبد الكريم أتى معه برطب لذيذ جدا ومنصف من مزرعته وكنا في شهر عشرة وعادة شهر عشرة يكون الرطب خلاص صار تمر لكن هذا النوع من الرطب يتم إلى شهر 12 في نخلته دعيت معي انا في في, في الجناح اللي انا فيه في الدور الواحد وعشرين فدعيت معي الاخوان ناصر الروضان حوالي عشرة وعبد الروضان والدكتور عبد الله المعتوق واخر والله نسيت تقريبا اسمائهم دعيتهم الى ان ياتوا معي الى الجناح ليتذوقوا هذا الرطب في هذا الشهر في شهر عشرة وهي غرابة طبعا الرطب يستمر إلا الرطب المثلج المهم جينا للمصعد وإذا المرأة اللي أحرجتني تقف أمامي إلى المصعد فالحقيقة مثل ما يقول المثل فشيت خلقي فيها تكلمت عليها كلام عنيف وأنبتها و... وكانت تبكي قالت لي أنا شو عملت عشان تهاجمني بهذا الهجوم قلت الله أكبر هذا العمل الشنيع اللي سويتيه وتقول لي سويت شو اللي عملت فتح المصعد وركبنا احنا العشرة أنفار الأصدقاء وهي ركبت معنا مع ركاب آخرين فلم اتوقف عن الهجوم عليها هاجمتها هجوم ايضا عنيف وكادت تبكي نزلت في الدور الخامس واحنا طلعنا الى الدور الواحد 21 فسالوني الجماعه قالوا ايش سوت يا هذه يا عبد العزيز؟ قلت والله حرجتني قدام سمو الشيخ محمد بن راشد طلبت فلوس طلبت مساعده قال يعني ما تطلب مساعده هذه شاعره كبيره ومعروفه هذه روضه الحاج فانا الحقيقه صفقت يد على يد طبعا احبها واعزها روضه الحاج واقدرها كثير واحنا ندعوها في عديد من من حفلاتنا لكن لاني انا ما اركز على ضيوفنا لانهم كثر بالمئات فما ركزت على حضورها وهذه سبحان الله شبيهه لها باللون واللبس والشكل ظنتها والله هي الشاعرة. فقلت حق عمر ودخوي خالد، قلت له يا عمر ترى هي بالدور الخامس، اسال استعلامات في اي غرفة وسوي له تليفون عطني بعتذر لها. حاول يتصفيها عدة مرات إلى أن ينقطع الخط ما حد يشيله. عرفنا طبعاً انها زعلانة، كثير زعلانة. فبعد ما رجعنا كانت يدي بيد الدكتور عبد الله المعتوق عندما خرجنا من الصاله، وإذا روضة الحاج موجوده بين شعراء، وقلت لي هذه هي اروح اعتذر لها، مسكني الدكتور عبد الله المعتوق قال ما تروح لها، قلت لا والله اروح، قال والله ما تروح، قلت ليش ما تحلف يمين؟ قال هذه البنت اللي انت للشاعر اللي انت تقول زعلت عليه، هذه مو مو لحد الحاج. يعني بالثنتين غلطت بوحدة بالثانيه. أه العصر صارت امسيه شعريه. وانا عادة بالامسيات الشعريه ما اصير بالصفوف الاولى عشان تكون عندي حريه الحركه وبين الشعرة ووقت ما ابي اطلع اقدر اطلع يعني بسهوله بدون احراج. فكنت بالصفوف الخلفيه جاء دورها عشان تقرا قصايدها فقعدت تطلع انا بالموجود الحاضرين عشان اشوف وين موقعها حتى اذا رجعت اروح اعتذر لها نادوها العريف الحفل عشان تلغي قصيدتها او قصايدها اكدت كرسيها عندما انتهى دورها في على المنصه ورجعت الى كرسيها رحت لها يا شاعرتنا الكبيره والله العظيم اني انا غلطت غلطتين غلطه اني هاجمتك بهذا العنف وكنت اظنك وحده اتعبتني واحرجتني امام سمو الشيخ محمد بن راشد وانا ظنيت هي تشبه لك للاسف وظنيتك انت فارجو تقبلين عذري قالت انت سويت فيني البارح والله العظيم ما نمت قلت لها انا اسف مره ثانيه قالت اذا تبيني ارضى عليك رد على هذه القصيده واعطتني قصيده حطيتها بجيبي لان احنا هذه اخر اخر امسيه عندنا ويجب ان اكون مع الشعراء في الصالات وفي المسرح وفي كل يعني اساس نودعهم بكره الصبح الكل ماشي فصار الصبح سوت لها تليفون في غرفتها ايضا ما ترد نزلت للفطور بعد الفطور رجعت لها اسوي لها تليفون ما ترد فسالت الاستعلامات قالوا لا هذه سافرت الى الخرطوم من بدري الصبح اليوم سافرت أنا عملت القصيدة بالليل الرد مع... راح أقرأ عليكم الآن قصيدتها والرد ردي عليها فعملت لها تليفون في الخر... بعد ما رجعت الكويت سويت لها تليفون إلى الخرطوم لقيتها توها واصلة قلت لها الحقيقة أنا استطعت والحمد لله عمل رد على قصيدتك اسمعي وإن شاء الله ترضين علي قصيدتها اللي اعطتني اياها تقول عاتبتني يا لقلبي حين قلت لما أحسست انشق ثم انشق وانقسم وطار كالصخر مفزوعا ومرتبكا يغالب الدمع والتبريح والالم ماذا تغير يا مولاي اين هلا انا عادة لان ضيوفنا كثر بالمئات ولا أضيع وقت وياهم وانا ماشي هلا هلا فمن ضمن الضيوف هي اقولها هلا فهي تقول إني ماذا تغير يا مولاي أين هلا تقولها لي بشوش الوجه مبتسمة فما الذي بدل الود القديمة جفا وما الذي أبدل النهر النمير ظما لطالما كنت غيثا انهما نزحت عوارض اورثتنا الهم والسقما فكيف من سوحك الخضراء ترسل لي سحائب البؤس والاشجان والندما يا طول ليلي بطيئات كواكبه قطعته اطرد الاحزان والسامه وأدعي جلدا والروح والهة تكاد تشرق من دمع أحيل دما أكفكف الدمع عن قلبي وأزجره أما سمعت جفاه حين قال لما يرد لي القلب خل لن تبدله وإن جفانا وإن عاد وإن ظلم فرديت عليها بهذه القصيدة أقول تحدثت, تحدثت باللآلي عندما نطقت وبالروائع لما أمسكت قلما بدائع من فنون الشعر قد قل سكنت قلوبنا وسناها أيقظ الهمما كم أنجدتني بمدح المستطاب لها مواهب حققت ما كان لي حلما مواهب سطعت مثل النجوم فما لظلمة الجهل أن تستبع تستعبد الأمم أكرم بروضة والأعمال قد بلغت في عالم الفكر ما قد أدهش العلماء ديارنا كلها تلقاك قائلة هلا حماك لنا رب على وسما لازلت للشعر في أجوائنا قمرا وأنت الفكر في أوطاننا هرما روضة ستبقين والأيام شاهدة لدولة الشعر في بلداننا علما لقد توهمت أني ساقط غضبا لكنني ذبت مما قلته ألما إن كان إفراط ودي فيك أصبح لي ذنبا فأهلا بذنب زادني قيما ما كنت شخصا بخيلا في مودته لما بر الله من خلق وما رسما ما كنت قد قلت ظنا واهما فانا ارعى لاخت لها ما يحفظ الشيما عليك يا روضه الابداع في وطني مني سلام كنشر الروض ان نثما دومي لامتنا يا خير شاعره اهدت لامتها الاخلاص والنعما فالشمس ساطعه في جوها ابدا ونورها قد اضاء الوهد والقمم دامت مواهبها تسمو بجذوتها وبالرواعي لما أمسكت قلمها فصفقت وهي في الخرطوم وأنا أسمعها في الكويت فرحا وقال أرجوك رسالة لي الآن بالفكس قلت لها طيب هل رضيتي علي قالت جدا ومشكور وما قصرت فالحمد لله يعني الآن هي طبعا بعدين صارت وزيره وزيره الثقافه في آخر وزاره للرئيس البشير هذه القصيده يعني هذه من الإخوانيات اللي اللي اعتز والله فيها شكرا